السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يا اخواني، اش اخباركم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا كاملين بصحه والصحه والعافيه، كاملين بخير وعلى خير. معكم هشام من قناتكم الكره المغربيه بالدريه. باش ما نطولش عليكم نبقاو الان مع اهم عناوين حلقه اليوم. سايس رونار هو ما حولني للمدافع وفخور بقيادتي للمغرب. الاهليه المصريه يرغب في التعاقد مع نجم الوداد. خالد بوطيب يصدم الزمالك المصري بهذا القرار. صحيفة عالمية تقارن بين حكيمي وروبرتو كارلوس وتؤكد على أنه يشبه سوبرسونيك في الحقيقة. ارتفاع صاروخي في القيمة السوقية لزياش. عبد الرزاق حمد الله يفجرها من جديد في السعودية. رفض الدولي المغربي خالد بوطيب مهاجم فريق الزمالك المصري لكرة القدم أي حلول ودية بخصوص فسخ تعاقده مع النادي المصري خلال الفترة الجارية. وأكدت تقارير صحفية مصرية بأن إدارة الزمالك تحاول فسخ التعاقد مع المهاجم المغربي بشكل ودي مقابل التنازل عن مستحقاته لدى الفريق. وأضافت المصادر ذاتها بأن مهاجم المنتخب الوطني المغربي سابقا رفض التنازل عن مستحقاته في حال فسخ التعاقد بشكل ودي أو رسمي. تجدر الإشارة إلى أن خالد بوطيب قد سافر إلى فرنسا من أجل الخضوع لعملية جراحية في الركبة، إذ من المقرر أن يعود إلى الملاعب في شهر فبراير أو مارس المقبل. أبدى فريق الأهلية المصرية اهتماماته بخدمات وليد الكرتي نجم فريق الوداد الرياضية البيضاوية من أجل تدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة والمنافسة على البطولات التي يشارك فيها المارد الأحمر المصرية خلال هذا الموسم. وكشفت تقارير صحفية مصرية أن الكرتي بات ضمن اهتمامات نادي الأهلية خلال فترة الانتقالات المقبلة كأحد أبرز الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف الفريق بعد الأداء المتميز الذي يبصم عليه اللاعب مدة طويلة. وحسب موقع الكابتن المصري فإن اهتمامات الأهلي بالكرتي جاءت بطلب من المدرب السويسري ريني فايلر لفك العقم التهديفي وعدم رضا على مستوى المهاجمين الثلاث وليد أزارو مروان محسن وصلاح محسن. وتابع نفس المصدر أن إدارة الأهلي اتفقت مع المدرب فايلر ولجنة التخطيط بعد جلسة على بدء في التفاوض مع الوداد من أجل الحصول على خدمات الكرتي بعدما لقي قبول وإجماع الأطراف الثلاثة. يشار إلى أن وليد الكرتي يعتبر من بين أبرز اللاعبين الذين ينشطون داخل البطولة الوطنية
كارلوس في إشارة إلى سرعته وأضافة إنه سوبرسونيك ب 35 كيلومتر في الساعة. وواصلت الصحيفة إشادتها بحكيمي وكتبت إنه مستوى مخيف، لا توجد جولة ليقدم فيها أداء استثنائيا، الانتباه إنه آخر لاعب لا يوجد لديه نفاتات. تجدر الإشارة إلى أن أشرف حكيمي سجل 6 أهداف في هذا الموسم في جميع المسابقات وقدم 5 تمريرات حاسمة كما نال 3 بطاقات صفراء. كشفت بعض المواقع المتخصصة في تقييم أسعار اللاعبين أن القيمة السوقية للمايسترو المغربي حكيم زياش نجم أياكس أمستردام الهولندية ستشهد ارتفاعا ملحوظا في موقع ترانسفير ماركت المتخصصة في تقييم أسعار اللاعبين، وينتظر أن تصل القيمة السوقية لهذا الأخير إلى 70 مليون يورو فما فوق، إذ بعد أن كانت تبلغ 40 مليون يورو في شهر جوان الفارط. وقدم زياش مستويات قوية في الأشهر الفارطة، حيث نجح في صناعة 20 هدفا وتسجيل 8 أهداف أخرى خلال 24 مباراة شارك فيها في مختلف المسابقات في الموسم الحالي. ويتواجد النجم المغربي على رادار عدة أندية إنجليزية من بينها توتنهام هوتسبورز وتشيلسي، ويخوض هذا الأخير آخر موسم له مع أياكس أمستردام في ظل تواجد رغبة كبيرة في التعاقد معه، خاصة بعد تقديمه لمستويات قوية خلال الموسم الفارط والموسم الحالي.